قدمنا مسرحية بارانويا. بارانويا مسرحية تتكلم عن الشباب المهاجر، الشباب العراقي اللي كان يبحث عن الحلم وهاجر عبر الغابات وعبر البحار والأنهر، لكن للأسف اصطدم بواقع أسود، واقع مظلم اللي هو عدم الدخول للدول الأخرى، وأيضا درجات الحرارة المنخفضة أيضا بسبب البرد ماتوا شباب كثير، وأيضا غرقوا شباب كثير بسبب الهجرة الغير شرعية. قدمنا هذه المسرحية مسج للمجتمع أجمع أنه الهجرة هي غير صحيحة، الهجرة ممكن تخسرك عمرك. جروبي كمالي هنا رجعنا كاني كم شمالة وهاتوين روليك تشيكي أنفال كراوم أبيني وباسي معاناتي كسكري أنفال كراو كان أكرد من عيشة. My first time here in Iraq is the amazing experience. I am so happy to be here in this festival. I am grateful. Thank you.